قبل 2011 لما كنا نتكلم ونكتب، ففي ناس كانوا يقولوا ادوهم فرصة. وانا عايز اقول لحضراتكم وزملائنا اللي شغالين سواء صحفيين او ما زال منهم يعني او بيشتغلوا في الاعلام، كنت دايما يوم سبت زي النهارده كده، كل يوم سبت بابا عامل في الاهرام ملف، صفحه صفحتين احيانا 4 صفحات وهكذا، كل سبت اتكلم فيه عن المخططات ديت. فلاقي ناس طالعين بالليل في قنوات يتكلموا يهاجموني، الله يسامحهم، وجرايد مدفوعه الاجر من الاخوان. وقتها كان جريده الدستور، وقتها في ذلك الوقت مش الدستور الحالي، الدستور القديم، الجرنان منشتاته موضوعاته صفحه اولى داخليه اعمده، ناس يهاجموني طول الوقت وانا بقول بالاسم يعني. طيب انتوا عرفتوا اللي احنا كنا وقتها بنقوله؟ انتوا ما كانش عندكم حاجه يعني، كانوا حاطين ايديهم في ايدي الاخوان، ومش عيب ان انا اقول الكلام ده لانه ده تاريخ موجود ومسجل وموجود، عناصره موجوده بالمناسبه بالكامل بالاسم يعني، كلهم موجودين يعني، ومش عيب اقول الكلام ده، وقلته في اماكن في مناسبات مختلفه يعني. طيب انت عرفت وفهمت بعد سنوات يعني، ما كنتش فاهم الموضوع في الاول، كان مجرد ان انت بس اي حد بيتكلم على الاخوان، لانه كان في، ليه بقول لك الحكايه دي؟ كان في ناس بتطبطب على الاخوان في الوقت ده. النهارده مفيش ده، النهارده مفيش ده، ومش هتلاقوا ده. في رئيس عارف يعني ايه هذه الجماعه، لانه شاف ودارس وتعامل، وبالتالي خطورتهم على الدوله وعلى الشعب. فلازم حتى تبقى متاكد تماما انه ما يتم ليل ونهار ضدك هو هدفه ان الدوله دي ترجع مره اخرى لما حدث في 11 ولما حدث ايام حكم هذه الجماعه ما بين 30/6/12 30/6/13. السنه دي بالذات شوف اللي حصل فيها ايه، وشوف التهديدات ايه، عشان تبقى عارف طول الوقت الكلام قدامك. مش معنى الدنيا هاديه ان مصر هاديه، لا، الدنيا هاديه لانه في شغل بيتعمل، اجهزه بتشتغل، في مؤسسات دوله بتشتغل، وهم بيشتغل ان هم عندهم طولة النفس. ما هو اشتغل من 28 عشان يوصل الحكم، لما اتعاملت الجماعه هو هدفه الاساسي الحكم، ما عندوش حاجه تانية، مش جاي عشان نصرة الاسلام اطلاقا. ده اكتر ناس اساءوا للاسلام هم، وخدوا الدين عشان يقفزوا بيه ايه؟ للسلطه، فاستخدموا الدين عشان يصل للسلطه، ولما وصل للسلطه ما كانش ليه علاقه بالدين ابدا، ولم ولن يكون ليه علاقه بالدفاع عن الدين على الاطلاق. خدها مني، اكتر ناس سرقوا فلوس تبرعات هم، كانوا بيحطوا في الجوامع، جامع رمسيس، مسجد الفتح، ومساجد مصر كلها، تلاقي صندوق كده، تبرعوا مش عارف لفين، وتبرعوا لفين. التبرعات دي كان بياخدها الجماعه، التنظيم بياخدها، عملوا تبرعات ونشرتها في الاهرام بالمناسبه، مش بقول لكم في 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 لندن، في بريطانيا المملكه المتحده، عملوا حمله وقتها كان كمال الهلباوي متحدث باسمهم في منطقه اوروبا، فعملوا التبرعات ونشرتها في الوقت ده 2006، مش بقول اسرار يعني، نشرتها بالارقام بالبيانات بكل حاجه من ورق الاخوان، مش ورق الاخوان. خدوا التبرعات دي، كانت رايحه المفترض لاهالينا في فلسطين، سرقوها ونهبوها، دي عادتهم. اوعى تصدق اي اخواني يقول لك خطاب عاطفي كده، هم الحكايه دي عندهم، بس لما تدخل وتقعد وتتكلم معاه شوف قد ايه الخيانه بتاعته، خيانته ليك ولبلدك، وخيانته لدينك، وخيانته للدين. هو ده لو انت عايز تعرف الحقيقه. فلازم تبقى فاكر كل شويه، فاكر هو قد ايه بيشتغل عليك، بيشتغل ضدك، وتشكيكك في الاعلام، يشككك، يجيب لك مثلا حاجات، بيجزئ حاجات، تجيب مثلا، بتكلم انا دلوقتي في حاجه، فيحط لك جمله من النهارده وجمله السنه اللي فاتت وجمله قبلها، ويروح عامل جمله معينه عشان هو عايز يوصل فكره معينه، انه شفتوا بيقولوا لكم كذا، شفتوا بيقولوا لكم كذا، ده هم كذا. لا، احنا على الاقل بندافع عن بلدنا، على الاقل ندافع عن مصر، على الاقل ما نشتغلش لحساب اجهزه استخبارات اجنبيه، نشتغل لبلدنا. فاللي يشتغل لبلده يبقى يشتغل لبلده، يبقى فخور وهو بيشتغل لمصر، وهو يدافع عن مصر بغض النظر. الاعلام المعادي اللي قدامكم ده والاذرع الاخوانيه الارهابيه اللي قدامكم دول وغيرهم كتير طبعا، انهم ليل ونهار بيشتغلوا وشتيمه وشتايم وردح، لان هم اتعلموا مدرسه الردح الاخوانيه. مدرسه الردح والرقص والتطبيل مدرسه اخوانيه بامتياز.